السلام عليكم، كيف صباحكم بالخير ان شاء الله. فيديو جديد مديد عنا باكي العادة. احنا هنا في سيدي عيسى، عاطين من سيدي عيسى الدنيا كما تشوف موفيتون زاد قوى، المطرة عاملة حالة، كاين كارطيات بزاف حملو، منعرف كشما منا من بعد نحى شوية الماء منهم ما فيه مركح. المهم ربي يقدر الخير. الناس اللي قاعده تسوق فيها عنا بات ولهو راك تعرف تصب النوع عنا، هنا كوارث كبيرة، الحفر يخرج حفر جدد و القدران قلة كيما عادينا دوكاك شفتوه، القدران كامل طار. احنا هنا وين السونتر، تنساوش تسوقو بالكينيطون كالعادة، سيرتو دركا باسكو الدنيا شوية ظلمة، ماركيو ستوب بجد. تغلط حتى كون تغلط تفريني ما تفرينيش بيها الحكاية، عبدي تولاها قد ما ينجم، مع دراري صغار مع القراية. عندي هو تقبة القبة. كوبيو هنا ونرجعو في كارتي خلاف ان شاء الله ونشوفو مين المكتوب. كيف حنا هنا وين لي جاسما جيني سيدار، هاك تشوف الدنيا كيفاه.
Voilà l'équipe, on est à Saint-Cloud. J'ai été mis logement. On va faire le logement normalement. بريدي جاري من هؤلاء زبائن اصحاب الحسابات البريديه الجاريه ان اكثر من 6 ملايين يحجزون البطاقه الذهبيه، وكما تعلمون ان البطاقه الذهبيه تمثل الشرط الاساسي والاول للقيام بالعمليات الدفع الالكتروني التي توفرها الجزائر سواء عن طريق الانترنت او عن طريق نهائيه الدفع او عن طريق الوسيله الاخيره الجديده المستحدثه من طرف المتاخره من طرف مؤسسه البنك الجزائري وهي مسح رمز الاستجابه السريع المعروفه ب كيو ار كود. اذا اليوم هذا التحسيس هدايا ياتي في اطار تحسيس المواطنين بضروره تبني هذه الوسيله العصريه والحديثه، وخاصه في ظل الظروف التي تعيشها المجموعه الدوليه التي تعيشها الجزائر وهي ظروف جائحه فيروس كورونا. تكون فيها ربما تسهيلات محكمه للمواطن، ربما تعني تكون هنا انتم عاملين يعني تخفيف عبر نهائي دفع الكتروني، تطبيق بريدي للاشعار عبر الرسائل القصيره، يعني كاين كثير من التسهيلات اللي راح تقدموها للمواطن. هو هذا اليوم هو بالاساس يهدف الى تعريف المواطنين، تعريف الزبائن بهذه الخدمات التي تقدمها بريد الجزائر. كما كنت نشرح ان بريد الجزائر توفر اساليب متنوعه، توفر اساليب دفع عن بعد عن طريق الانترنت، يعني الانسان في بيته يملك حساب بريد ايجاري، يملك بطاقه ذهبيه وعنده خط انترنت، بامكانه ان يقوم بعمليات ماليه عن بعد. الزبون يحب يروح للمواطن اللي في البلاد ويحب طريق الهاتف الذكي بامكانه ذلك. اذا مؤسسه بريد الجزائر تضع تشكيله من الحلول ومن الامكانيات وهو يستخدم التسكيله. اهلا وسهلا، السلام عليكم. السيده هاوي ريان، السيده هاوي ريان المكلفه بالتسويق على مستوى بين البريديه بريد الجزائر عندنا. التجربه ربما اللي قمت بها انكم جاوبتوا عبر 400 مؤسسه؟ يعني بالمناسبة قامت مديرية بريد الجزائر بالتنسيق مع مديرية التجارة وقمنا بخرجات ميدانية على أكثر يعني أكثر من 400 تاجر، قمنا بعملية تحلية على مستوى التجار في مدينة عمان وتقديم كل التسهيلات اللازمة باش التجار في مدينة عمان يقوموا بعملية يعني باش يديروا معنا دي كونفونسيون يعني بيمنت الكتروني عن طريق البطاقه الذهبيه. يعني وانا بهذه المناسبه ويوم التاسيس هذا اللي قمنا به بالاشتراك مع جميع الشركاء الاقتصاديين في مدينه عنابه، ندعو كل تجار في مدينه عنابه ان يتقدموا الى مديريه بريد الجزائر من اجل اقتناء هذا الوسيله للتقليل، لان الوسيله هي وسيله مهمه جدا. وهو يدخل او التقليد.
نتمنى مستمعينا الاعزاء ان تعمم عمليه الدفع الالكتروني لاهميتها والتسهيلات التي تعود بالدفع على المواطن. الى اللقاء. والله الكيب كنت نسمع بركه في الحكايه الجديده اللي قال لك راح يديروا تاع تخلص باللاكارت كريدي زعما. انا عارف تصلح لهم ولا لا، اللي يفرقوا في الافايس تعود تخش الحانوت ولا حاجه تبري واش فهمت تخلص بالكارت الذهبيه هذيك. انا عارف هاك شويه وتبان الحكايه. احنا هنا وين لا غروند بوست لاكوي يبدا تاع الديستريبيتور صباح ولا سيركيلاسيون اكثر من الخدمة. ثم هذه الحكاية راح تولي نورمالمون ملاحة على الدولة، يود الناس تخلص بالكارت الذهبية في بارتو وين تروح تخش الحانوت تخلص بالكارتة، مبقاش كاين ليكيد. شغل ليكيد يولي ناقص، تركب في تاكسي تخلص بالكارتة وانت راح تخلص بالكارطة تعقبك شغل الكارطة. الناس اللي في اوروبا ماشيين بها، احنا هنا ما جويه ما نعرفوها شوية، شوفها غير في اللي فيلم. تسمى دركا يعودوا حاصرين الناس في الغرامة، تخدم بيان تخلص بيان. شكرا، فكرة ملاحة للدولة هذه. من تياتر
طاي لي كيف جبدوا لي رام وجدوا روحكم. اي هذا هو الشيء اللي كنت نحكي عليه قبل. رامي رامي مليحه واللي رامي مليح. يا سيدي انا وين الدخله تاع رحبه الزرعه هذيك وراني يتخرج من طاسيلي يتخرج الحرم بوطا الحطاب باه نديرو بار هنا ان شاء الله. هاي لا باس انا منعنا ليكيب. هنا نعديو الواري بن باديس لا كولون. والله ليكيب زدنا رجعنا احنا هنا في بوسيجور. يعني درك كنت في كنا قصينا الفيديو كنا في لاري بن باديس لا كولون. يعني هزيت مراه كبيره مسكينه حكت لي واحد الحكايه والله العظيم قلبت لي هذه سطر البارح في لا كولون بيتين فوق الكراسي هكاك ايماجين الدنيا كامله تقتل عليهم الدنيا كامله بالماء. قلت لي والله بيتين في الكراسة مسكين ودركم يحكيو في الراديو رانا كارطيات ياسر تقاسو منهم سدو البوني يقولك البوني يدخل لهم الماء الديار الداخل كومبليتمون راهم يهدرو من قبيله. في مثل هكذا ظروف يعني نصائح توجهها توجهها لسائقين مستعملي الطرق الوطنيه الرائد العتاب والذهب وشي. يعني ما زالت الدنيا الله ديجا الدنيا طريق كله محفره الرجالات مقفولين واحد الخدمه واحد الخدمه خادمينها واحد الخدمه الرادمه بعد يقول لك شبه التوريست ما يجيش وشبه
يجيك اخويا انت بلادك يا ربي تعيش فيها انت. التي تسجل على مستوى يعني مجال تخصصكم في حاله يعني في حاله ظروف مناخيه صعبه، نقاط سوداء على التالي تسجل على مستوى الكره. لحد الان لحد الان لم تسجل نقطتين سوداوتين، اما على مستوى حي الشافيه يعني طارئه باتجاه مدينه طبرحان تواجد شركه كبيره حول 100 متر، لكن لا تتعامل مع حركه المرور. تواجد النقطه الثانيه على مستوى محور طوران زكا زحمه، رأى المصالح افراد بث وطني متواجدين بعين المكان اضافه الى المصالح البلديه اللي راها تقوم بتأدي العمل تاعها. نعم، عندما تكون هناك صعوبة في التنقل أكيد تكون هناك منافذ للتنقل، وإن شاء الله نبقى في تواصل لإفادنا بمختلف المعلومات لتهم المواطن ومستعمل الطريق العفاوي. سعيد بارك الله فيك. يعني احنا عندنا رانا دائما عندنا الرقم الاخضر في الخدمه 1055 لاي استفسارات المواطن اللي راه مستعمل طريق الطرق الوطنيه او الطرق حتى البلديه يتصلوا، وراها يلقاو الاجابه الشافيه والوافيه للتساؤلات تاعها. نعم، اذا الرائد العفوي سعيد قائد السريه الاقليميه للدركه الوطني بعنبه، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل. اكيد نبقى في تواصل دائم طيله هذا اليوم ان شاء الله لمواطنتنا بالجديد حول وطن. نتمنى السلامه للجميع. مصالح الحين المدنيه متواجده في عين المكان عبر الوحدات، طبعا منها وحده الحجار والوحده الرئيسيه ديدوش مراد، عناصر الحمايه المدنيه متواجدين في الميدان من اجل طبعا امتصاص المياه في الاحياء التي عرفت ارتفاع او يعني تسرب المياه للمنازل على غرار مناطق بالحجار، كذلك منطقه الكرمه وعده مناطق بالبوني. وطبعا نحاول الاتصال بمديريه الحمايه المدنيه لولايه عنابه، واذا تعذر علينا الامر سنعيد الاتصال في مواعيدنا الاخباريه اللاحقه، طبعا مع طبعا التاكيد ايضا على ضروره اخذ الحيطه والحذر بالنسبه لمستعملي الطرق. وسنحاول الاتصال ايضا بمديريه الاشغال العموميه التي تواصل العمل لفتح الطرق. طبعا شكرا لكم مستمعي الاكارم على كرم المتابعه والاصغاء. اجدد الحيطه والحذر في مثل هكذا ظروف مناخيه صعبه. طيبه، شكرا لكم على كرم المتابعه. لا لا هاكم سمعتوا حجار وسيد، الدنيا كاملة غرقت، الدنيا كاملة غرقت. ربي يقدر الخير ليك يا باي، نبعتوا الفيديو جماعة هكا ولا شي ان شاء الله.